يعني بتحب اللحمة الحمراء ولا الملبسة؟ الملبسة. ملبسة كده بتتكلم تركي. شو هيدا؟ شو هيدا؟ دي بتشتري من وين كفوري؟ مش مالها بتشتريها من السوبر ماركت أو من الجزار؟ بشتريها من أمازون. شو هيدا؟ ريباي. إيه؟ يا جماعة دي مش بتنقل البرنامج، دي بتنقل البيت. بدي أحكي لك أكتر قبل ما نقعد ناكل على غرفة كاظم باشا. يا أختي والله أنا بدور على أوضة نوم، المولة كسرت في البيت ومحتاج أوضة نوم جديدة. يلي هو كان راجل أكيل. أكيد. وعنده طقوسه الخاصة بالأكل. الحقيقة كان بيحب يأكل في البانيو. يعني ما كان بيعرف يأكل من دون ما يتهدهد. يتهدهد؟ لا دي حاجة توجع الوسط يا أختي، وأنا عندي الديسك. بتحبي تجربيها؟ شوف. متهيألي أدوخ. لا مش متهيألك، أنت عدوخي. أنا وأنت اليوم لابسين أحمر. أنا بحب الأحمر. أنا بحب الضنهل. صبايا عم بيرحبوا فيك بالملبن مرسي. والشاي. ميرسي حبيبتي. أوبا دي دخلت لقمت على طول. طب مش تسألي إيه اللي بتاكليه وليا؟ يا أهلا وسهلا، والأحمر ليقلك والأوتفت روعة اليوم، كتير مرسي. حلو. مرسي مرسي، بحب الأحمر أنا جدا. والأحمر ده بيصير التيران. بتقضي ساعات كتيرة بالمطبخ؟ هو أنا قضي عليها غير المطبخ وشغل البيت. وفي أكلات معينة بتاكليها علشان تحافظي على نضارة البشرة؟ خالص أنا ماليش في الكلام ده خالص. بتحبي على الطبيعة؟ على الطبيعة، وبغسل وشي بالليفة. تعرفي الليفة؟ بتغسلي وشك بالليفة ليه؟ ما هي صنفرة، تعتبر صنفرة. صنفرة؟ طب بعد ما بتصنفري بتمعجني ولا بتسيبيه كده؟ ستي عارفة كيف قدرتي انت وجوزك تحافظوا على زواجكم لمدة 44 سنة؟ حطيناه في التلاجة. ليش الشاعر الكبير سيد حجاب قال عليكي الاختراع؟ كنت لسه نازلة السوق. ليه طلبتي من شيكو وهشام ماجد تشتغلي معهم بمسلسل اللعبة؟ والله اللعبة كانت عجباني فطلبت منهم ان انا العب شوية.